الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إخوة الكرام، أتحدث اليوم عن خلق آخر من أخلاق الإسلام. قد يبدو للناس أو لكثير من الناس أن الأخلاق إنما تهتم بما هو في بعض المسائل المتعلقة بأدواء القلوب وما يتعلق أيضا ببعض الأخلاق التي يتعامل الناس فيها مع بعضهم البعض دون اهتمام ببعض الجوانب الحضارية المشرقة في هذا الفقه الإسلامي وفي هذه الشريعة الإسلامية. فخلق اليوم الذي أردت أن أتحدث عنه هو خلق يهتم به الإسلام اهتماما كبيرا ونجد فيه مشكلة لدى كثير من المسلمين أيضا. خلق اليوم هو خلق النظافة أو خلق الطهارة بتعبير القرآن وبتعبير الفقه الإسلامي. هل ندخل النظافة والطهارة في أخلاق الإسلام؟ نعم، يجب إدخالها في أخلاق الإسلام، لأن الكثير قد لا يهتم بهذا وقد يبدو له أن هذا الموضوع بعيد عن الأخلاق. فالأخلاق نتحدث فيها عن الصدق والأمانة والعفة وأشياء من هذا القبيل، لكن لا يهتم الناس ببعض الأشياء، وعدم الاهتمام بهذه المسائل هو الذي جعلنا نخالف الشريعة الإسلامية في كثير منها. لاحظوا موضوع النظافة الآن، عندما نرى كيف عالج الإسلام هذا الموضوع وعندما نرى كيف نقل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من حالة إلى حالة أخرى مخالفة، وعندما نرى واقع المسلمين اليوم في مثل هذه الموضوعات نرى فعلا أننا فرطنا عندما عزلنا كثيرا من الموضوعات عن توجيه المسلمين. عندما نعود إلى موضوع النظافة والطهارة، وبالمناسبة كتب الفقه الإسلامي تضع موضوع النظافة في أول أبواب الفقه. أول باب من أبواب الفقه هو باب الطهارة، لأنه هو الباب الذي ندخل به لأكبر عبادة. أكبر عبادة عندنا هي الصلاة، فلا بد للصلاة من طهارة، وأول شرط من شروط الصلاة الطهارة. لذلك تجدون كتب الفقه دائما تبدأ بباب الطهارة أي باب النظافة. هذا الباب الذي هو أول أبواب الفقه للأسف فرط فيه المسلمون تفريطا كبيرا، وصرت ترى المسلمين اليوم، وهذا واقع للأسف، هذا واقع ليس هذا ما يدعو له الإسلام، لكن الواقع هو هذا، أنك ترى المسلمين اليوم أقل الناس اهتماما بموضوع النظافة. قم بجولة حول مدن العالم، حول مدن العالم كلها، لأنك مع الناس ربما يبدو له أن الاهتمام بهذا الموضوع يعني ليس شيئا كبيرا. لا، هذا غلط، هذا غلط. هذا الموضوع هو الذي يعطيك الوجه الحضاري للإسلام، هذا الذي يعطيك حقيقة هذا الإسلام. قم بجولة في مدن العالم الآن لترى للأسف أن بلدان المسلمين أكثر اتساخا من غيرها، وأن بلدان المسلمين بل وعواصم بلاد المسلمين أحيانا أكثر قرارة. روح لك لباكستان، روح لك للهند، روح لك لبنغلاديش، روح لك لأفغانستان، روح لك حتى القاهرة ولمدن كبرى لترى القمامة والأزبال والروائح الكريهة وانعدام النظافة. هل هذا هو الذي يعبر عن الإسلام؟ بالمقابل لو ذهب الواحد إلى ستوكهولم مثلا أو إلى أوسلو أو إلى مونريال أو أي عاصمة أو مدينة من مدن العالم ترون عن آخر مختلفا، ترون عن مختلفا. تستغرب عندما تقطع مسافة طويلة في بلاد الغرب أحيانا في طريق سيار ترى
أخفى مسافة 400 كيلومتر أو 500 كيلومتر لا ترى عامل النظافة في طريق السيارة، ما كانش عامل النظافة. هل معنى أنهم لا يهتمون بالنظافة؟ لا، إنما معناه أن الناس تربوا على النظافة وصار يستحيل عندهم أن ترى الواحد منهم يقذف من سيارته مثلا بشيء من القابورات أو الأسباب. حرارة الآن طريق السيارة ترى والله يشفوك الناس حقيقة، عمال النظافة مساكن في 40 درجة وهم يوميا تبعين طرق باش القوى من القابورات. كان المفروض أن نعفيهم من هذا العمل في الحقيقة. لذلك أجل هذا أيها الإخوة، في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. شنو الحديث مشى؟ أعطى بعض الصفات: إن الله طيب يحب الطيب. أين هو الطيب الآن عند المسلمين؟ فين هو الطيب؟ تعرف هذا الطيب ديال البهارات، مشي شري ذاك العطر ديال 1000 فرنك وجدوا يدوخ الناس المسجد. للأسف ماشي عطر، هذا ماشي عطر، هذيك مواد كيميائية، مواد كيميائية تزكي من الأنوف، مواد كيميائية تسبب الناس حساسية. نعم العطر عنده القواعد ديالو وعنده الثمن ديالو وعنده أشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم، لا الدنيا ديالكم كله، حبب إلي فيها النساء والطيب وجعلت الطيب التطيب والتطهر والتنظف والتزين، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ونظيف يحب النظافة، أين حب النظافة عند المسلمين الآن؟ أين هو حب النظافة؟ وواقع المسلمين للأسف هو الذي جعل كثيرا من أعداء الإسلام يعطون صورة سيئة للإسلام ولنبي الإسلام انطلاقا من واقع المسلمين. فيأتون الآن لإعلام الرب الآن عندما يريد أن يشوه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجع لكتب الشمائل للترمذي ليصف له كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأنظف الناس وأنقى الناس وأطهر الناس. لا يمشي الشيء مسلم في الجبال ديال أفغانستان ولا شي دولة ولا كذا ويلتقط الصورة ديال واحد الإنسان شي لحية معوجة وشي وسخ وشي رأس ثائر وشي لباس مقطع وشي حاجة موسخة ويقولها في الإعلام على أساس أن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم كذلك بتاتا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام على وضع مختلف. إذا لاحظوا الحديث: نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، زين، قال: فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. هذا هو المجال الأول الذي يتحدث عنه في النظافة. لنشوف، كان يريد أن يقول لك: لا معنى لنظافة الأفراد إذا كان الجو العام غير نظيف. تصور أنت الآن كل إنسان يلبس أفضل لباس وينظف نفسه ويهتم ويعتني بنفسه، لكن الشارع وسخ، الشارع فيه أو أقذار وأوساخ وأشياء من هذا القبيل. يقول كان هذا شيء جدول لغة الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نظافة المجال الذي تعيش فيه، عن المدينة، عن الحي، لأن الحي يعبر عن سكانه، والمسجد يعبر عن سكانه، والمدينة تعبر أيضا عن سكانها. المدينة تقول شيء واحد من البلاد تبارك النظافة ما تلقاش حاجة في الزنقة. هل المدينة من جات؟ رجعت من الأفراد الذين يسكنونها، بمعنى أن الناس فيهم هذه الطبيعة التي تحب أن تتنظف وتحب أن تتطهر. لكن الذي أثارني الآن في الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فنظفوا أفنيتكم. الأفنية جمعوا في الماء، الفناء هو ذاك المراحل اللي تقول ذيك الساحة اللي تكون داخل البيت، ونفس الساحات ديال الحي يعني خارج البيوت هذه الساحات. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيفها، لأن ما كانش قبل الخبر صلى الله عليه وسلم، وقال: ولا تشبهوا باليهود. هذا واقع، الناس الكبار شوية كانوا يعيشوا مثلا في درو ولا في الحضارة أو المدن اللي كان فيها يهود يعيشون معهم إلى حد قريب، كانوا يعرفون أن أحياءهم فيها شيء من القذارة والنتانة وشي حاجة رائحة كريهة، يعني ما يهتموش بزاف بالنظافة وكذا. لكن للأسف الآن
انعكست الصورة. الآن لو ذهب الواحد من الناس إلى تل أبيب للأسف أو إلى القدس العربية المحتلة الآن لوجدها أكثر نظافة من كل عواصم دول المسلمين. إذا لاحظوا شوف النبي صلى الله عليه وسلم الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ليس أنه أراد أن يعيّى اليهود، لا، إنما أراد أن يقول لهم هذا الوضع الذي فيه اليهود من قذارى وأوساخ كذا غير مغري، ما غيركم تتبعوا هذه الدول بحالهم، لا، هذا الوضع حتى وصل اليوم. للأسف هم غيروا وضعهم وواقعهم ونظفوا أنفسهم وأفنيتهم للأسف، طبعا أفنيتهم المحتلة على كل حال، لكن نحن المسلمين للأسف انعكسنا وخرجنا عن التوجيهات التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نرجع إلى القرآن الكريم أولا، أرجع إلى القرآن هو الدستور ديالنا. كيف يتحدث القرآن الكريم عن النظافة وعن الطهارة؟ اقرأ إن شئت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. شوف شوف الإسلام كيف يأمر المسلمين بهذا، يقول كلما أردت أن تأتي للصلاة، وإحنا عندنا الصلاة متباعدة، يعني عندك صلاة الصبح حتى الظهر من الصعب أنك تبقى على طهارة على وضوء، ومن الظهر أيضا إلى العصر ربما ترتاح تنام إلى آخره، من العصر إلى المغرب إلى آخره. فأمر الله تعالى المسلمين بأن يتطهروا وتصمت عندك معدل أربع مرات في اليوم. نحن هو الإسلام ديالنا، هذا هو الإسلام. المفروض أن المسلم أكثر نظافة من غير المسلم، هذا المفروض، لكن الواقع للأسف عكس ذلك تماما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: أرأيتم لو أن نهرا ببابي، شوف هذا خيال، النبي صلى الله عليه وسلم يعطي صورة خيالية لكنها ممكن أن تكون واقعا. أرأيتم، يقول كذا افترضوا معايا، افترضوا لو أن نهرا ببابي أحدكم، شي واحد عنده شي فيلا ولا شي دار قدام واحد الولاد نهر يغتسل منه 5 مرات في اليوم، هل ترون يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى شي حاجه بالرسخ فيه؟ 5 مرات ديال هو يستحم في النهار، حيث عندنا كاين اللي فات عليه 5 ايام ما يستحمش، وفي الصيف ديال 36 و40 درجه، هذا المسلم يقول 5 مرات في النهار، يستحم 5 مرات في اليوم، هل ترون يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. اذا كان النظافه معنويه اللي هي الصلاه التي تطهر النفس والقلب والروح من المعاصي والذنوب والمنكر، وهناك الطهاره الحسيه اللي هي مقصوده ايضا مقصوده. قرأوا لما قال الله تعالى: وان كنتم جنوبا ف علاش ان كنتم جنوبا فطهروا. انسان في حاله الجنابه يعني هذه حالة عادية في الناس وطبيعية في الناس لا يخفي فيها مجرد الوضوء العالي، وإنما تقع أشياء في ما يتعلق بالجنابة. فلذلك أمر الإسلام بضرورة مش يعني غسل الأطراف، لأن الوضوء في غسل الأطراف فقط، الأطراف البارزة يعني اليدين حتى المرفقين والوجه والرأس مسح الأذنين الرجلين، هذه الطهارة العادية. لكن لو ترتبت على الإنسان جنابة أو امرأة خرجت من عادتها الشهرية مثلا أو من نفاسها أو شيء من هذا، معروف أنه وجبات الغسل، وليس يوجد تكبير عشوائي وصافي، لا، لأن هذه الوضعيات التي أمر فيها الإسلام بالاغتسال وعدم الاكتفاء بالوضوء فقط يقول لك مقصود الاغتسال الماء، لأن هذا الإنسان يكون في حالة عرق وفي حالة روائح كريهة وأشياء، فأمره بالاغتسال، أمره بالاغتسال، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتل. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم الفقهي على كل حال هل هو سنة أو أنه واجب يعني فرض يأثم الإنسان بتركه، هذا خلاف فقهي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن غسل يوم الجمعة، والحديث في صحيح مسلم: يغتسل يوم الجمعة ويمس من طيبه ويأخذ من سواكه، بمعنى يقول لك الكسول، يعني الكسول، ماذا غسل يوم الجمعة؟ يقول لك الكسول المتهاون في النظافة على الأقل مرة في السمانة وتنفرق شوية على الأقل مرة، هذا غسل الجمعة. حتى قال بعض الفقهاء إن معناه أن الاغتسال واجب مرة في الأسبوع على الأقل، على الأقل مرة في السمانة تنفرق شوية ونظف الأسنان ديالك، هذا مع السياق تنظيف الأسنان وتنظيف الجسد والاغتسال بشكل كامل.
إذا فما يتحدث القرآن الكريم بهذا؟ فيقول وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم للغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذا يعني أن القرآن الكريم حكمة. لماذا؟ قال ما يريد الله ليجعل عليكم، لأن كان شي واحد يقول بزاف راك عارف المشتى تكون صفر درجة ونور مع الفجر وخصك تغتسل، لا لا هزو شوف تغتسل شوف لازم لماذا الإنسان خصوصا اليوم الحمد لله معظم البيوت فيها وسائل متوفرة للتدفئة والماء وكذا وهذا أشياء من هذه الماء من هذه الماء. فلماذا قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم لماذا تكون شامة أمام الناس؟ الإسلام أراد للمسلمين أن لماذا من أن تكون أمة شاهدة؟ وخيصا أكرمكم الله اللي في القضاء يكون متزاعما في الناس أو يوجه الناس أو يكون قدوة للناس. لماذا يهود ونصارى وملحدين وكذا وأنت تقول لهم لا أنا كنت خير أمة أخرج للناس أنا اللي أوجهكم يقول يوجهكم أنا يضركم أنا ونظف روحكم زيادة وكذا مش. فلذلك أراد الله أن يطهرنا بذلك. خذكم آية قرآنية أخرى عندما يقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. بعض المفسرين برمشي لهم جانب المعنوي ثيابك قلبك بمعنى أخلاقك وقلبك وكذا صحيح، ولكن بس لا تحمل الآية على المجاز إلا بعد أن تكون قليلة معها من الحقيقة. ما الذي يمنع أنه أمره بأن يطهر ثيابه؟ ما الذي يمنع أنه أمره بأن يكون ثوبه نظيفا؟ لنشوف يقول بقدر اللباس يعرفك الناس. عندما يهتم الإنسان بهندامه هل تكون في شي ندوة ولا تكون في شي دورة تكوينية أو تمشي مثلا المحاضرة فيأتي المحاضر بهيئة جميلة لباس منسق منظم ويعني وجه نظيف مقاد كذا نفسك تنفتح للاستماع لما سيقول ولا لا؟ بعكس ما لو انك جيت قالوا لا تحضر واحد من الندوه او محاضره شكون غادي يغسل غادي يدير المحاضره فاذا به يدخل في حاله من القرار والوساخ وما بقاد روحه وما نعدت يعني نفسيا ما بستعدش باش تقدر منه. فلذلك امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وثيابك فطهر بان دائما يكون الثوب ديالك نظيف أمام الناس لأنك ستوجه الناس وستأمر الناس وستنهى الناس. ولذلك أيها الإخوة الكرام لاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد مع أصحابه فصاروا أنظف الناس وأطهر الناس وأنقى الناس وقد كانوا على العكس من ذلك في الغالب العام. معظمهم كانوا على عكس ذلك تماما، يعني واحد عدد من مش معظم ولكن عدد كثير منهم كانوا على عكس ذلك تماما، حتى إن الله تعالى قد امتدح مجموعة منهم باش بالنظافة بالنظافة. قرأوا الآية في سورة التوبة التي تحدثت عن بني سالم بن عوف هذه القبائل العرب وكانوا يسكنون في منطقة قباء قباء فلذي لمنوى بنى عندهم النبي صلى الله عليه وسلم أول مسجد في الإسلام مسجد قباء معروف ذكره الله في القرآن الكريم فقال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يصلوا ها؟ ولا أن يصوموا ولا أن يتصدقوا. هذا ما بحبش بشي مزية في العبادات ولا في كذا ولا مزية هؤلاء أنهم يحبون أن يتطهروا أيوه وحشوا عليهم ونعيب عليهم لا. الله تعالى ذكر صفتهم ومدحها فيهم فقال والله يحب المطهرين أي هنكون غيرهم الله تعالى أحبهم الله. لاحظوا الآن باب من باب حب من أبواب حب الله تعالى هو باب النظافة. عم نسمع لها لي قلنا باب الصائمين مزيان باب الريان باب القرآن يعني قالوا القرآن اقرأ وارتقي باب الجهاد باب الحج مزيان، لكن من أبواب حب الله للمسلم الطهارة. فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الله تعالى يبغي هذا النوع من الناس، الله تعالى ما يبغيش الناس المسخين. هذا المفهوم ديالها ولا لا؟ هذا المفهوم ديالها. لأن الناس فهموا التصوف غلط وفهموا الزهد غلط
وخليك مالك الزهد في الدنيا وترك الزينات الدنيا وترك مباهج الدنيا وتلقى قولك مالك عباد القلب. الناس هذا غلط، ماشي ما هو الاسلام الجامع. اذا كان هذا عارف شي رهبانيه ولا في شي ديانه اخرى شغل هذاك، لكن اسلامنا لا يستقيم الا بنظافتين، بنظافه الباطن ونظافه الظاهر بجوج. نظافه الباطن من الحقد والحسد والكراهيه والانانيه والبغض الى اخره، ونظافه الظاهر ايضا بحيث يزيل الانسان على نفسه القذاره والاوساخ. نعم، فما فهموش الناس ان الاسلام هو هذا، وبلا الانسان جالس موسخ ما يغتسلش، يمكن نظافه عنده حساسيه، كاين عنده حساسيه معمه، ما يستعمل الماء ربما شهر او شهرين، رائحته كريهه منتنه، ومن بعد ذلك نحن تركنا زينه الحياه الدنيا. هذا غلط. قرأوا سوره الاعراف، قرأوا سوره الاعراف. يا بني ادم، اول نداء، اول نداء سوره الاعراف، يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. وفي قراءه ولباس التقوى ذلك خير. هذا نظافه بجوج، هذا امتناع من الله تعالى على بني ادم عموما. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا، اللباس نعمه، اللباس نعمه انزلها الله تعالى للناس من اجل ان يلبسوها. وبين الله تعرف ان اي وظائف ديال اللباس، ما هي وظائف اللباس؟ وظائف اللباس متعدده. هناك وظيفه تعبديه، لانه لا يجوز للمسلم ان يصلي الا بحدود معينه في اللباس، ماشي مجال ان يشخص عرض العوره وكذا ولباس المراه ولباس الرجل. هنالك وظيفه اخرى وهي وظيفه تجمل. قرا في الايه، قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذا جلسة العوره هذا الاول، يعني الحد الادنى. ايوا وريشان، الريشان شي مسوناش الناس، لذا يتفنن الناس في اللباس ويتأنقون وقادوا كل واحد. على كل حال هناك تعبيرات حضاريه، كل واحد الطريقه ديالو، كل واحد كذا. اللباس الاسلامي على كل حال معروف، ماشي 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 بالضبط يكون عبايه ولا جلابه ولا كذا، لا ماشي بالضروره، انما عنده المواصفات، يكون سابغ، يكون ساتر، يكون جميل، يكون انيق، يكون غير محدد للعوره، عنده مواصفات متعدده. فهذه الايه ذكرت لنا وظائف اللباس، لكن جميل جدا ان تضيف الى نظافه اللباس الظاهر نظافه الباطن. فقال ولباس التقوى ذلك خير. وقال في نفس في السوره نفسها، يا بني ادم، زيد نداء اخر، خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم، ما تهمش روحك، ما تهمش ذكر الله، ما تهمش الصلاه. لان قالوا عند كل مسجد، بعضهم قال يعني المساجد العاديه، بعضهم قال لا عند كل صلاه، كل صلاه، انت عندنا خمسة صلوات في اليوم، وكل مره فيهم خصك تكون في كامل زينتك، كيفاش تتصور المسلم عليكم؟ يعني يكون طوال يومه في حاله حسنه وجيده. خذوا زينتكم عند كل مسجد. حنا عندنا المسلم يمكن يكون غادي العمل ديالو ولا معروف ولا يتأنق، لكن لما يكون غادي المسجد يجي يلبس وردة الرياضة للأسف، يلبس الشورت ولا يلبس شي كاتما ديال الناس، راح تصلى فيها فائمة. هذه الصلاة ديالك حقيقة كاتما ديال الناس راه فيها تحديد العورة، راه مشكل في الصلاة. ولذلك قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما عرفش انا للاسف خصوصا في المرحله الاخيره قضيه اللباس وقع للناس فيها يعني شيء فظيع جدا. خليكم مجال مثلا من المجالات ديال في الوظيفه العموميه ولا في التعليم مثلا، مع احترامي للاخوه جميعا، قبل مده نذكر مثلا في الثمانينات، احنا ماشي في الستينات ولا الخمسينات، لكن في بدايه الثمانينات مثلا، نذكر انك عندما تذهب الى المدرسه ترى المعلم في احسن حله، لا هادشي نذكره نحن، المعلم كرافطه كومبليت فيستا محدده مقاده القميص جا مقياس الصباط مسيري تقشرط مقادي، جميل جدا لانه سيؤثر في التلاميذ، راه يعطي صوره ايجابيه. لكن ما الذي وقع للامه؟ ما الذي وقع؟ راه حتى المفتش الان علاش ما يعرفوش هذه الصور هذه؟ حنا الدين ديالنا عندنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتش ويراقب في الهمام والجماليه، فلماذا لم يراقب الناس في هذه الاشياء؟ نعم تدخل المدرسة أو الإعدادية أو حتى الجامعة، نعم، وتجد شخصا أستاذ جامعي وجاي باش يدرس، وعني شي عباية شي حالة ولا شي قميص جامعة في كبيرة ولا شي كذا، ما الذي وقع لهذه الأمة؟ هذا مشكل كبير جدا، مشكل ما تسألش هذه أشياء سهلة أيها الإخوة، لا، هذه أشياء حضارية،
علاش ما تمشي لاوروبا تلقى الاستاذ ولا المعلم في الابتدائي جاي في اجمل حله، بينما لما تدخل عند المسلمين بحال بينه وبين التلامذ والولاد المدرسه والطلبه في الجامعه، يعني المزيان ماشي مهم، البس اللي بغيت ودير اللي بغيت ماشي، لا غلط، هذا غلط. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص وان ارجعوا مره اخرى لقضيه التمرين، بعدين نتكلموا في الحلقات على نحتاج التمرينات والتدريبات. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يلاحظ هذه الملاحظات وكان يحاول مع اصحابه صلى الله عليه وسلم ونجح في محاولته عليه الصلاه والسلام، وما حاول محاوله للاصلاح الا ونجح فيها عليه الصلاه والسلام. اولا من خلال التعبير من خلال القدوه، ما راى الناس فيه صلى الله عليه وسلم قمرا ولا وسخا يوما، عمره ما شافه ابدا، مع انه عاش باصحراويه، تعرف لي اصحراويه كثيره المقليل نعم، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم دائما نظافه، عمرك لم تكسر في العرق ابدا، عمرك لم نحيد لهم عوده ومشوطاش وما مقداش وما كذا ابدا، عمرك لم الجسم ديالو مثلا فيه رائحه كريهه ابدا. فكان صلى الله عليه وسلم دائما اذا العطر ديالو اللباس ديالو انيق وجميل جدا، عندما يخرج للناس لا يشبع الناس في رؤيته عليه الصلاة والسلام. ها واحد القدوة الأولى، ماذا يقول الناس؟ مجرد القدوة عندما يرونه في تلك الحالة فإنها تدفعهم إلى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقرأ في الشمائل أنه كان عندما يصافحه الواحد منهم قال لك ما يبغيش يريك بيدو، علاش؟ لأنه يشم من رائحته ومن طينه ومن نظافته وكذا 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 ما يدفعه لي أن يتمسك بالجلوس إليه. عرفت على سيدنا ثوبان كما في صحيح مسلم، جاء مريض واحد النهار، نعم ثوبان رآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما بك يا ثوبان؟ أبك وجع؟ شرك مالنا؟ قال والله يا رسول الله ما بي وجع ولا شيء، ولكني كلما اشتقت إليك أتيتك. كان يشتاق إليه، نعم كان يشتاق، شوفوه صلى الله عليه وسلم مجرد أن يجلس إليه متعة، قاع ما يتكلمش، هي يجلسوا معاه يشموا الريحه ديال العطره صلى الله عليه وسلم، وديك النظافه ديالو والجمال ديالو والزين اللي اعطاه الله سبحانه وتعالى. حتى قال حسان فاجمل منك لم تر قط عين، وافضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. هذه الخلقه اللي خلقوا عليها الله تعالى جميله مزيان، لكن راه كاين بعض الناس اللي عندهم جمال خلقه اعطاهم الله تعالى، ولكن عدم اهتمامهم بانفسهم خلاك الجمال ديالهم ما عنده حتى قيمه. انسان جميل ووسيم لما تقرب له ما تجدش رائحه كريهه، ما يعتريش نفسه، هذا مشكل. اذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم انظف الناس حتى في الحج، صورته ما في الحج، والمحرم ممنوع عليه في وقت الاحرام ان يزيل الدار، ما يقدرش يوسخ في الايام ديالها، اليومين ديال الحج ولا ثلاث ايام. لكن هل معنى انه يبقى موسخ؟ لا، كان صلى الله عليه وسلم يغتسل كل يوم في الحج، اغتسل قبل دخوله مكه في اليوم الاول، اغتسل يوم عرفه نهار التسعه، نعم هو حر يعني دوش خفيف ماشي لا عارف كما نقول، اغتسل غسلا خفيفا يوم التسعه، ويوم عشره ايضا اغتسل ليتحلل من احرامه صلى الله عليه وسلم. هذا جانب القدوه. ثم جانب المتابعه. لحظه يا اخوان، هنا مساله تربيه، نحتاج الى ان نربي الناس. راه المشكل ديالنا الان ان الناس تخلاوا على التوجيه، يدخل الانسان لبيته لا يوجه اولاده، يلقى وحده حاجه مرميه له، كارطه مرميه في الكوزينه، ويعني خشره البال مرميه في المكتبه، يعني حاجه مرونه ولا يتحدث الانسان، هذا هو المشكل. هل قضيه التوجيه، حنا ماشي نقول التوبيخ ولا الضرب ولا لا، هي التوجيه التربيه. راه النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان يربيهم، كان سيدنا عمر بن ابي سلمه طاف بن جان عمه لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طفل صغير، قال هو يحكيها، قال فكنت طفلا صغيرا تطيش يدي في الصفحه ديك الصفحه ديال الماكله يعني، قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه التوجيهات ضروريه، يرجو كيف يلبس، يرجو كيف يوظف نفسه، يرجو كيف يعتني بشعره، كيف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع اصحابه، يتابع اطفاله في بيته، ويتابع زوجاته، ويتابع ايضا امته كلها. مره دخل عليه احد اصحابه و
وخصوصا في التجمعات الكبيرة أيها الإخوة، لأن التجمعات الكبيرة بحال الأعياد، علاش حنا العيد مطلوب أن نلبس الجديد باش نلبس الحضارة؟ هذه أمة هكذا طبيعة الإسلام، هو هذا جديد يوم الجمعة ماشي ضروري الجديد، لكن على الأقل لباس أبيض، لأن الأبيض رمز للنقاء، رمز للنظافة، رمز للطهارة. مشات هذه السنة فرطوا فيها المسلمين، لأن كذا الإمام نفسه جايب المكسوة، لا كاين بعض الخطباء للأسف وجاب مكسوة جلالك حنا، يعني دابا أشبه تمام مشات السنة ديال لباس الأبيض يوم الجمعة ولا كيفاش؟ علاش؟ لأن يقول لك هذا تجمع كبير فيها ناس جاهلة، فيها كثرة ديال البشر تبارك الله، أو 2000 ديال الناس. فواحد مثلا يجيب ريحة العراق ولا واحد يجيب مثلا مكسوة ماشي، لا ماشي كل منظر جميل جدا، الكل يلبس لباسا أبيض يوم الجمعة ويمس من عطره من طيبه وينظف نفسه وكذا. فقلت جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس مجموعين، وش واحد دخل يمكن جاي من الحقل مباشرة للجامع، الراس ديالهم بشركات كذا والعجاج والخضراء وكذا، فدخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم إلى بيتك روح وراكم ونظف نفسك وكذا وقدر روحك وقدر روحك وروح في بس. يعني أنا المسألة اللي أستاذ حشمو فيها مرجع واحد الأخ واحد صديق صين ما يذكر الخير وليس ولي قال لها فكاها شي وحدين بلنين تدخلش الجامعة لما تكون من الكسوة ديال الحوز، يعني ديال الحوز وعند الكسوة ديال الوفاء كيقولوا له وهو زمان ويحرص على صلاة الجماعة. قلت مزيان، قلت جميل جدا أن تحرص أنت على صلاة الجماعة، لكن الإخوان اللي نبهوك لهذا الأمر حتى هما عندهم حق. قالوا شنو الحل؟ قلت له الحل إذا كنت حريصا على صلاة الجماعة لما تسوق صلاة الجماعة بلا ديك الكسوة ديالك ديال العمل خليها في الصورة ديالك ولا في الموطو ديالك، غسل الظهر ديالك، خرج عاود مسك البلوزو ديالك وروح للعمل ديالك. جميل جدا، هذا هو الدين ديالنا. أما باش من أجل الحرص على صلاة الجماعة اللي كان يدخل بالزيت ديال الوضع، النجار يدخل بالغرة ديال النجارة، الملحوت يدخل بالقشر ديال الحوت والريحة ديال الحوت، كان يوم الجامع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفض لمن أكل ثوبا أن يدخل المسجد، من أكل من هذه الشجرات فلا يدخل المسجد. شو هي الشجرة؟ ثوما، كلمة ثوما أو البصل أو الكراث، هذيك الأشياء اللي فيها روائح كريهة، قبل ما تدخلش الجامع. ماشي يقول لك ما تدخلش الجامع، لا، بغا يقول لك ما دمت غادي تدخل الجامع، ايش هو ديال ما ضحكوا صغار ودخل الجامع. حنا ماشي يدخل لك بريحة الدار، والآخر يدخل لك بريحة القشرات الموسخين، وخصوصا دابا في الصيف، والريحة كريهة والسلاديلة وواحد الآلة، للأسف. فقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمره، فذهب الرجل إلى بيته، فنظف نفسه، ثم رجع إلى المسجد، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقترب منه. قال له أهذا خير أن يأتي أحدكم إلى المسجد وشعره ثائر كأنه شيطان؟ قال له تخيل شو هي الأفضل؟ هل حالة ما يكفي الآن مجمل بقاب روحه مهبل؟ ولا يجي واحد فيكم كأنه شيطان؟ ولذلك الصحابة تغيروا تماما، تغيروا، كان واحد يمكن يقول يجي يدير الحالة ديال الوسخ والقرا وكذا، لكن بالتوجيه اليومي للنبي صلى الله عليه وسلم، واليوم غدا اليوم غدا تغيروا واحد الحالة ما تصورهاش. حتى صاروا يتفننون في التجمل والتزيين. هذا أبو قتادة رضي الله عنه قال الشمراء رأوه يزين جمته، هي جمة، الجمة هي الشعر لما يطول حتى نعمل الكتاف، العرب كان عندهم هذه الحالة كانوا يديروها، حتى بعض الشباب يعني بليك السنة يطول الشعر ديالو حتى لهنا ويحزنون به يتشبه النساء، لا مش هذا هو، كانوا يطيلون الشعر، إيه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطيلوا شعره أحيانا حتى لكتفي تمنا، ولكن كانوا يعتنون به تزيينا وتجميلا. فأبو قتادة هذا رآه الناس يرجل جمته، يعني كي يمشط الشعر ديالو ويقدو ويعدلو، يعني انت زعما قداش وكذا ومشغول بهذه الأشياء. قال لهم نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر عندك الشعر يدخل من الحياة مزيان، الحياة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جميل جدا أن تتركها ما تحلقهاش، ولكن أن تتعاهدها بالنظافة. كان اللي عنده خلي الحياة باش يهرب من يبرك وراه ديالها يبقى يحسبكم نهار ولا راهي من أعمال النيات، كان يخليها سنة وكان يخليها هروب من 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 كيقولوا له. فمن كان له شعر عموما شعر الرأس ولا كذا فليكرمه، يكرمه بمعنى يتعاهده بالنظافة وللتجيل وللتطهير. النبي صلى الله عليه وسلم
كان يضع رأسه على حجر عائشة رضي الله عنها فترجل شعره وتمشطه وتدهنه صلى الله عليه وسلم. ابن عباس هذا فقيه الأمة، حبر الأمة، والشبراء قالك شافوه كلام ديالو، عارف الناس يستغربوا من المواقف، شافوا كلام ديالو كلشي موقف يمكن فاجئوه ولا شي حاجة ولا ما عندكش عادة كيديروها الناس في السر باش يبدا الناس. الشبراء شاف فاجئوه يمكن لقاو شافوا الشطا والمرايا وراه يعذب في روحو ويقاد ويمشط ويعذب في روحو. قالوا أتفعل هذا يا ابن عباس؟ أنت زعما الفقيه ديال الأمة وكبير وحر الأمة ودير هذه الصورة حتى تعمل كل وقت باش تقاد روحو. قال نعم. هو جرى في اتجاه آخر جميل جدا، قال إني أحب أن أتزين لزوجي كما أحب أن هذا هو مسلمين، أنكم أحسن لكم مسلمين وما يمكن تشوفوا من أهتم بروحهم من أهل بروحهم كذا. لا لا هذا ابن عباس هو حر الأمة تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تلميذ ديال ابن كنز كان درس غير فاش جا النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلع عن التربية ديال النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني أحب أن أتزين لزوجي كما أحب أن تتزين لي، كما يحب الزوجة ديالو يراها في أحسن حلة وأحسن هيئة حتى هو يكون على نفس الوضعية. فقالوا وأين تجد ذلك يا ابن عباس؟ أنت زعما كلشي ديالك كتجيبو من القرآن، كانوا كلشي ديالو في القرآن على هذا الصحيح؟ قالوا نعم، أما قرأتم قول الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ما هو على المرأة ما يحبه الرجل من المرأة، يحب أن يراها في أحسن حلة تهتم بلباسها وبنظافتها وبروائحها وكذا، كذلك على الرجل. نسكت طبعا ما هي تربية الإسلام يا إخوة، هذا هو الدين ديالنا، ديننا هو هذا، من كان له دين آخر شغل هذا، لكن ديننا يهتم بنظافة الظاهر ويهتم بنظافة الباطن ويهتم بتوجيه الناشئة، لأن هذه الوضعية مش نختم التي علي الأمة الإسلامية الإخوة الآن لا تصر صديقا ولا عدوا، لا تصر. شوف الشوارع ديالنا الآن لما تخرج الآن عمر نظافة مسكن يومي يجمعوا، وإحنا يخرج شاب مثلا راجل كبير أحيانا وما كنشوف سلوكات أحيانا ناس كبار راشدون ويطلق ياكل مثلا شي حاجة ولا في الزنقة. اما كرمكم الله المساق في الزنقه وانتم يعني والمنديل كرمكم الله ديالو ما في الزنقه وكذا، هذه اشياء هذه اشياء مستفزه، هذه اشياء لا يرضاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ماشي كرهتكم، يقول لك ماشي هي المدن ديالنا ماشي هي. كاين كاين يعني جانب ايجابي نختم به، بعض الدول الاسلاميه اسلاميه نعم وخذت المبادره من زمان في قضيه النظافه. ماليزيا، ماليزيا الان الناس اللي يمشيو للحج يقول سبحان الله الحجة جاي من عالم آخر، حجة ديالو هكذا قمة في الأخلاق، ما يتعداو على حد، الكلام ديالهم ما تسمعوش تقريبا، اللباس ديالهم أنيق، النساء ديالهم كلهم لباس موحد وأنيق جميل جدا، عمرك ما تشوف الماليزيا لابسة شي خصام مطبعة ولا موسى ولا كذا، الرجال ديالهم محترمة لباس موحد وأنيق وجميل، الوجه ديالهم معدلان قاد روحهم كذا نظاف وكذا وكذا وكذا، لكن ما يجيش هذا تدريب وتربية وأيضا قوانين صارمة. أنا قريت مقال في أعتقد في 94 أو 95 يعني حوالي 23 سنة هذه، قريت مقال في مجلة أنه في كوالالمبور اللي كانت العاصمة ديالهم، قال لك عمال النظافة يدور النهار كامل ما يلقاو يهزو واخد البرا ديالو الشطوة، النهار كامل هو يدور والبرا رجع خاوي كذا يلقاو يهزو، لأنهم سنوا قوانين صارمة في النظافة وعبروا عن الوجه الحضاري للإسلام. وفيما كنت قريت اللي شافوا هنا البوت ديال الكارو ياك دخان كبير والناس ما يقدوش يمنعوه من الدخان، لكن كليت ورميت عقب السيجاره في الشارع كان كاميرات ديال المراقبه، هادشي في التسعينات كاميرات المراقبه شدات الكاميرا تخلص 50 دولار امريكي 50 الف فرنك تخلص الى عقب العقل ديال السيجاره، اما لعبت كلينيكس ولا عملت شي حاجه اخرى ولا تما عقوبه اخرى وقد تصل الى السجن. وفعلا تربى الناس بالتوجيه وبالتأديب وبالعقوبات المالية وبكل هذه الأشياء فتطور الناس. مقال آخر قرأته شيء 15 عام يعني شنو؟ أن الفرنس ماشي الفرنسيين فرنسا ولات بحال خليل محمد المغربي بعض للأسف للأسف نتمنى ما يكونوش مسلمين هما السبب ما عرفتش بعض الدول واش الأمان ولا شكون؟ قال لك كانوا يسخرون من الطليان من الإيطاليين. علاش؟ قال لك لأن الإيطالي كان في مرحلة التسعينات لما ينزل من الطوبيس ديك الورقة ديال الطوبيس رماها في الزنقة. فقال كان يعتبروه مسخين لان الورقه ديال الطوبيس حنا ورقه الطوبيس كنتكلموا عليها حنا ولات عندنا عاديه ترى الطوبيس ترميها لك يا دوله كاع ما كاع ما نتكلموش فيها
هذه أي وش نت وش غير ممكن يسكرمكم بعض كلمة على وقلب التوبيس وكلمة على وقلب التراء هذا مشكلة فعلا. لذلك هذه أشياء تبدو لنا بسيطة تبدو لنا أشياء تافهة لكنها في الحقيقة هي التي عبرت عن الوجه الحقيقي والحضارة لهذا الإسلام وهي التي دفعت الناس إلى أن يؤمنوا بهذا الإسلام لأن الإسلام دين النظافة ولأن الإسلام دين الطهارة. وقد قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.